برعاية رئاسة جامعة دمشق، أقامت الجمعية السورية لداء السكري يوماً علمياً بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري تحت عنوان المرأة والسكري، وذلك في مشفى الأسد الجامعي. الأيام العلمية طبعاً نقطة كتير هامة. أول شيء نحن موضوع ربط الجامعة بالمجتمع. اليوم كان تسليط الضوء على مرض السكري. مرض السكري كما تعلمين هو من الأمراض اللي بتهم جميع الأشخاص، سواء المصابين في نمطه الأول أو النمط الثاني أو السكر الحملي. تشير الإحصائيات إلى أنه حوالي أكثر من 400 مليون شخص حول العالم مصابين بمرض السكري. هالمرض اللي أسبابه يعني معروفة، سواء كان نمطه الأول أو النمط الثاني. إضافة لأنه هذا العام خصص منظمة الصحة العالمية اليوم إلى تحت عنوان أو شعار السكري والمرأة، يعني يعطيها جرعة إضافية للعناية بالمرأة، وخاصة أنه سكر الحمل هو يعني أحد التظاهرات اللي ممكن تصيب المرأة أثناء الحمل. فبالتالي الهدف من الندوة كان تسليط الضوء على هذا المرض، خطورته، كيف ممكن الحد نحن من انتشاره، كيف ممكن الوقاية منه. المرأة معرضة لداء السكري أكثر من غيرها، بالإضافة أنه النساء البنات اليافعات اللي عندهم مبيض عدة كيسات أو عندهم اضطراب بالحمل، أو في عندهم المرأة اللي عندها ولادة لطفل وزنه كبير أو صار عندها سكر حملي، بالإضافة للسكري مثل هي مثل الرجل، فهي عندها عوامل خطورة أكثر. هي كلها بتأهب أنه يصير عندها سكري أكثر، يصير عندها اختلاطات أكثر بسبب الحمل، ولازم نلقى توصل للتوعية وحقها بالمعرفة وحقها بأخذ الدواء والعلاج مثل الرجل. ما تحس بده تقعد وتراجع الدراسات، بتقول حتى الوفيات عم تصير عند النساء ثابتة، عند الرجل عم تتحسن. يمكن هي من ناحية المجتمع ما عم تاخذ حقها بالمعالجة، أو بجوز بتعتكف الرجل بيهتم بجوز بحاله أكثر، ما بنعرف. ولكن المرأة والسكري هو عنوان كتير مهم. المرأة هي ممكن تكون مريضة، ممكن تكون زوجة المريض، ممكن طفل عنده مريض، فهي مهتمة بالدواء بالأغذية وبكل هالنواحي. داء السكري حالة مرضية ممكن تعايش معها، لا تمنع ابدا من الزواج، لا تمنع ابدا من الحمل، ما هي شيء وصمه، هو مرض له علاج، له ادويته، دعم نفسي، دعم اجتماعي، هذا ممكن كثير يساعدنا بانه المراه السكريه تندمج بالمجتمع، ويكون اندماجها بالمجتمع افضل بكثير. وحتى اذا صار عندها امراض نفسيه سواء كان بسبب السكري او بسبب اي مرض ثاني، في عندنا ادويه، سواء الادويه مسموح للسكريين، مسموح عند المرأة الحامل. فالموضوع مو بهالصورة، هاي الناس اللي أخذته سلبية كتير. وبالتالي أنا آخر كلمة بحكيها إن المرأة السكرية يجب أن تلقى الاهتمام والعناية والرعاية مثل أي امرأة تانية تماما. ويهدف اليوم العالمي وفق منظمة الصحة العالمية إلى إذكاء الوعي بداء السكرية وبمعدلات وقوعه التي ما فتأت تزداد في شتى أنحاء العالم، وبكيفية الوقاية من المرض في معظم الحالات. ويعرف السكري بأنه مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج مادة الأنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن استخدام تلك المادة بشكل فعال.